معي عبر الهاتف من ميتشيغان ليلى الحسيني، مؤسسة راديو صوت العرب من أمريكا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة ليلى. إذا رغم ضعف الإعصار إيرما والذي يدعو إلى التفاؤل، هناك خطر من عواصف مد بحري. ماذا يمكن أن نعرف فيما يتعلق بهذا الموضوع وما الذي نتوقعه؟ مساء الخير. خفت قوة الإعصار المدمرة كما أشرت الآن لتتحول مساء الاثنين إلى عاصفة استوائية مع استمرار هبوط رياح قوية. الخطورة الآن تكمن في ارتفاع نسبة المياه والتي تسببت بأكبر كارثة للفيضانات منذ عام 1994. الجهود الآن تكمن تركيز الحكومة في إعادة الكهرباء إلى حوالي أكثر من 3.5 مليون من سكان فلوريدا ممن فقدوا الكهرباء. أيضا الفيضانات كما أشرت التي سيرتفع منسوب المياه بشكل كبير جدا، وهذه هي الخطورة الكبيرة. يعني الحمد لله لم تكن هناك خسائر في الأرواح بسبب تركيز الحكومة الفعال جدا على إخلاء الكبير، يعني أكبر نسبة إخلاء تاريخيا تمت في السواحل الشرقية والغربية لولاية فلوريدا. أكثر من ربع سكان الولاية أخلوا قبل وصول العاصفة الإعصار إيرما، مما يعني حدد كثيرا من نسبة الوفيات. ثلاثة إلى الآن أعلنت رسميا أنهم توفوا، أحدهم شرطية في ولاية فلوريدا. أها طيب، ولكن تبقى يعني الكوارث الأكبر هي ماديا فيما بعد هذا الإعصار. نعم، نتحدث الآن عن الشق الاقتصادي كما أشرت. يعني الآن هناك خسائر كبيرة للأسف. تحدث خبراء عن 172 مليار دولار من الممكن أن تكون إحصاءات رسمية. صحيح، وبعد أن يخف تأثير. نعم يعني لا يوجد طبعا ربما رقم نهائي، حتى الكثيرون تحدثوا عن 290 مليار. نعم، إلا بعد انحسار نعم. الفيضانات. يعني 65% ستكون مؤمنة، 40% ستكون غير مؤمنة، وسيتكفل فيها البرنامج الفيدرالي للكوارث. اللافت للنظر التعاضد الحكومي مع حكام الولايات. يعني هناك فرق إنقاذ أرسلت من جميع الولايات إلى نجدة سكان فلوريدا، وأيضا مجتمعي. هناك العديد من الفرق المتطوعين التي توجهت إلى فلوريدا، وهذا خفف كثيرا من حدة الكارثة. أنا أشكرك جزيلا ليلى الحسيني، مؤسسة راديو صوت العرب من أمريكا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.